وللحديث أكثر عن معاناة المعتقلين في السجون الحكومية في العراق لا سيما سجن التاجي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان محمد عماد. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. لا يزال مسلسل الوفيات مستمر في السجون الحكومية في العراق، هل من تفسير حقيقي لتزايد الوفيات داخل السجون حتى أنها أصبحت ظاهرة؟ نعم، في البداية تحية لكم والسادة المشاهدين، وانطلق سريعا من سؤال حضرتك. بالتأكيد على أن معدل الوفيات بدأ يسجل تسارعا وازديادا بشكل مخيف ومقلق جدا. حقيقة كان الأمر في السابق يقتصر على أحد السجون العراقية غالبا، وهو أن يكون سجن سيد سمعة، لكن للأسف لأن نحن نتحدث عن أكثر من 5 إلى 7 سجون عراقية حكومية يعني تدار من قبل الحكومة العراقية، تسجل انتهاكات مروعة وتسجل عدد وفيات كبير. هذا العدد الكبير الذي يسجل نتيجة لغياب الرقابة الحكومية وحتى التواطؤ الحكومي مع إدارة تلك السجون بالإمعان بانتهاكاتها ضد أولئك الأشخاص، على اعتبار أنهم خصوم سياسيين كما تدعي الحكومة، وهم معظمهم أشخاص تم اعتقالهم في قضايا إرهاب. وكما هو معلوم قضايا الإرهاب هي من أعقد القضايا التي ممكن أن يتم توجيه التهمة بها إلى الشخص، ومن هذا المنطلق نجد أن هناك عدد حالات كبير من الوفيات نتيجة التعذيب والتحقيق المطول، وأيضا غياب الرقابة القانونية من قبل الحكومة العراقية أو حتى من بعض المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي العراقية، كون أن إدارة تلك السجون تمنع بأي شكل من الأشكال تواصل المؤسسات الحقوقية. نعم. إلا في حدود ضيقة جدا، وهذا الأمر للأسف يشكل منعطف خطير جدا على الحالة الحقوقية داخل السجون مع ازدياد حالات الوفيات هناك. إلى أي مدى ترون كمنظمات حقوقية أن التبريرات التي تسوقها الحكومة في بغداد والتي ترفقها بتقارير طبية ترقى إلى حقيقة ما ترصدون من انتهاكات في السجون؟ نعم، وصلنا إلى حالة لا يمكن فيها الاعتداد بأي تبرير من مبررات الحكومة العراقية، كون أن الحالات التي يتم توثيقها وتسجيلها من الأشخاص فقدوا حياتهم أصبحت واضحة للغاية، هم أشخاص على خلاف سياسي أو أيديولوجي مع الحكومة العراقية. أيضا نتائج التحقيق التي شكلتها العديد من المنظمات الحقوقية والإفادات المكتوبة والمسجلة وبعض التسجيلات التي تم تسريبها من بعض السجون أكدت بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكومة العراقية متواطئة وأيضا هي المتسبب الرئيسي في حالات الوفيات. هذا أولا. ثانيا، المبررات التي تسوقها الحكومة العراقية أصبحت متضاربة، تارة الوضع الصحي لهذا النزيد تتذرع به، وآخر تقول بأن فيروس كورونا هو السبب، وأيضا ثالث بأن هذا الشخص توفي دون لأسباب طبيعية. وبالتالي مجموعة المبررات التي تسوقها الحكومة العراقية باتت غير منطقية أمام ازدياد حالات الوفيات، وأيضا أمام التباين في المبررات التي تقدمها، إلى جانب أيضا ارتفاع حالات الوفيات في أكثر من سجن. نحن لا نتحدث عن سجن واحد، هناك عدة سجون، وأصبح الأمر بشكل مضطرد. ودعني أؤكد هنا على أن فقط شهر أغسطس الحالي الذي نحن فيه الآن في خلال 20 يوم فقد أكثر من 7 أشخاص حياتهم في سجن التاجي، وهذا مؤشر خطير جدا عندما يفقد 7 أشخاص من 8000 معتقل حياتهم في خلال 20 يوم، فهذا مؤشر خطير على ما قد يحدث لباقي المعتقلين المتواجدين، لا سيما وأن هناك أزمة نقص غذاء كبيرة يعاني منها السجن التاجي الآن. نعم، بعد أن أغلق سجن أبو غريب تتنافس السجون على المراكز الأولى في الانتهاكات. في تقرير لمرصد آفاد أكد أن الموت يفتك بالمعتقلين في سجن التاجي بسبب الجوع والإهمال، إلى أي مدى أصبح سجن التاجي من السجون سيئة السمعة لديكم كمنظمات حقوقية؟ بالفعل هي السجون العراقية الآن خلال العامين المنصرمين بدأت تسجل المراكز الأولى على مستوى الدول العربية وحتى على مستوى العالم في تدهور الحالة الإنسانية والحقوقية داخلها، لكن سجن التاجي حقيقة هناك عدة عوامل غير منطقية. عندما يصل الحال بإدارة السجن أن تمنع الطعام عن الأشخاص، عندما حتى نقرب الصورة إلى المشاهد، هناك أشخاص بالغين عمرهم يتجاوز 30 و40، أصبح وزنهم يصل إلى 40 كيلوغرام فقط بسبب الإجراءات المجحفة التي تقوم بها إدارة سجن التاجي. عندما يصبح الطعام هو أمنية لا يستطيع الوصول إليها الشخص، لا يوجد هناك مياه نظيفة، وحتى يحرمون من شراء المياه بسبب ارتفاع أسعارها،
وأضف إلى ذلك الكماليات كبعض الفواكه والخضروات كسعر التفاح مثلا، أصبحت حبة التفاح الواحدة تجاوز أو تقارب على $3 للحبة الواحدة. هذه لمحة سريعة عما قد يعانيه الأشخاص هناك. نحن نتحدث أيضا عن أساليب مماثلة في الخطورة والقسوة التي يواجهها المعتقلين داخل السجن التاجي، تحديدا منها الصعق بالكهرباء وأيضا التحرش الجنسي للأسف، إضافة إلى ابتزاز الأشخاص والضغط عليهم من عن طريق أسرهم بأن الأشخاص الذين لن يتعاونوا مع إدارة السجن في تقديم المعلومات التي يريدونها سيتم إحضار أحد أقارب هؤلاء الأشخاص ليلاقي نفس المصير، وبالتالي هناك ضغط نفسي وتعذيب نفسي وجسدي، وأيضا أزمة الغذاء الأخيرة التي بدأت تطفو على السطح بشكل غير أخلاقي وغير قانوني حقيقة. ونحن نستغرب أيضا أن يصل هذا الأمر إلى هذه النقطة، وأيضا نستغرب غياب دور البرلمان الغير منطقي. يعني ممكن أن نتفهم أن هناك تواطن من قبل الحكومة العراقية وحتى إن كان غير مقبول، لكن أن يكون البرلمان وهو الراعي والضامن في الرقابة القانونية أن يكون هو أيضا مختفي أو لا يقوم بواجباته، هذا أمر غير مقبول بشكل طيب. مطبق. تقرير مرصد أفاد يقول أن السجن تتلاعب أو أن السجون تتلاعب بمقدرات طعام المعتقلين كما قلتم وتجوعهم عمدا. هذا الفعل ألا يعد جريمة يعاقب عليها حسب القانون وتحرمها المواثيق الدولية؟ بكل تأكيد، عندما نتحدث عن الأوضاع داخل السجون وبخاصة سجن التاجي الحكومي، فنحن نتحدث عن انتهاكات مطولة. هي إدارة السجن والأشخاص القائمين والمشاركين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب للأسف، كون أنهم خالفوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقيات جنيف وأيضا لاهاي والقواعد الدنيا في معاملة السجناء وغيرها، وسجل طويل من الاتفاقيات الدولية كلها مجتمعة أكدت على أن أي انتهاك من انتهاكات الأساسية أو للحقوق الأساسية الواردة في تلك الاتفاقيات هي جرائم تستوجب المساءلة أمام المحاكم الجنائية الدولية. وبالتالي الحكومة العراقية مدانة بشكل رئيسي، هي والأشخاص الذين يقومون على إدارة تلك السجون لا سيما سجن التاجي، بجرائم خطيرة تهدد الإنسانية وهي جرائم ضد الإنسانية بالمناسبة. لكن هذا الأمر يستدعي أن يكون هناك نية حقيقية من قبل الجهات الحقوقية داخل العراق لوقف مثل هذه الممارسات، وهذا الأمر غير متحقق فعليا، كون أن من يقوم بمثل هذه الانتهاكات هو الجهة التي من المفترض أن تحمي أو توفر الحقوق الأساسية لأولئك المعتقلين. مدير الشؤون القانونية في منظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان السيد محمد عماد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.